طيب وصلنا لمقر الطيران، هذا عبارة عن مدرج بين كابرون وزلمسي لجولات سياحية بالطائرة حسب ما وصلنا، أسعارها معقولة نص ساعة أو ساعة. طبعا في سويسرا 5 دقائق بمية حوالي 14 فرنك، 5 دقائق هليكوبتر اللي هي العمودية. هذا هو المطار، لكن هنا أعتقد في النمسا أرخص بكثير كمقارنة، قارنت بينهم أرخص بكثير. هذا مدرج قدامكم، بس جينا ما لقينا الموظف، مكتب مفتوح. خلنا أوريكم الطيارة نفسها، وين الطيارة؟ شوفون هذه الطيارات نفسها. إيه بس ممكن يكون في كافي، ممكن طبعا ممنوع هنا لحد بايلوت ولي بايلوتس يعني الطيارين. أنا ودي أجربها، يعني أنا أعشق شيء اسمه طيارة. كنت أنزل لعبة على الكمبيوتر البي سي اسمها فلايت سيميليتر، يعني شيء لا يوصف. تحب تصير طيار؟ والله يا شيخ مشكلة، احنا في بلدنا ما يعطوك مجال تصير طيار. والله انت يا اخي ما عرفت انت وش مواهبك بالضبط، انت تبغى تصير خيال ولا تبغى تصير طيار ولا تبغى تصير غواص ولا ايش تبغى تصير يا اخي؟ والله تعبت انا. شوف احب الفروسية ما شاء الله، هواياتك كثير انت. احب ما شاء الله تبارك الرحمن، احب الفروسية، سباحة، طيارة بس. يا سلام. والكمبيوترات هذه كمان بشكل عام، يعني 4 هوايات. ما قلنا جمع البريد والرسم وقز الناس، 4 هوايات. طيب نتوقف عشان نروح ندور على اخوانهم وين راحوا فيه، نرجع لكم.